بكم من جديد مشاهدي الكرام. إذن كيم يونغ أون الرجل الغامض الذي يحول مسار كوريا الشمالية، شخصيته المتناقضة كانت هذه مسار الحديث مع ضيفي في الاستوديو أستاذ عماد، يعني فيما تناقضات الرجل ظهرت نحاول أن نفهم الآن. نحن بالتأكيد الرئيس كيم أون تولى الحكم في عام 2011 والآن 7 سنوات يمر على من عمر حكمه. كون أنه يستطيع خلال هذه الفترة أن يصل بالأزمة الكورية إلى بوادر الحل، فأنا أتصور أنه في البداية أن هذا إنجاز يحسب له. ثانيا أنها مثل هذه الشخصيات المتناقضة هي التي دائما تصنع التاريخ، أو هي التي دائما تحدد مسار الحل غير المتوقع. دائما نحن نتوقع أن يكون الحل كما توقعنا من قبل مع يعني الرئيس الأمريكي السابق أوباما، توقعنا أنه سيكون حكمه مختلف وحكمه جيد وحكمه وكان على غير التوقعات بشكل كبير. ترامب توقعنا أن يكون أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وحاليا حتى الآن هو أسوأ رئيس، ولكن يعني من المتوقع أو من خلال ما يصدر هو لا يمكن عنه تقييم المسألة يعني مدى الجودة. لكن كيم يونغ أون يعني هل هو هذا الرجل الذكي العميق العارف بأمور السياسة وما في أعماقها، أم أنه هذا الرجل المتهور سياسيا وعسكريا؟ يعني حتى الآن ما يصدر عن الرئيس كيم أون حتى الآن هو رئيس متهور بمعنى الكلمة. خلال السنوات السابقة المواقف التي اصطنعها والأحداث التي مرت بها تقول أنه رئيس متهور، علاقاته مع الدول ومع المجتمع الدولي تقول أنه رئيس متهور، ولكن التغير الذي حدث مؤخرا الآن يقول أنه رئيس عميق الذكاء، وأنه يعرف ماذا يفعل، وأنه إذا كان ما فعله خلال السنوات الماضية هي التي أوصلته إلى النقطة الحالية، فهو بالتالي رئيس يمتلك أدوات جيدة ورؤية جيدة. إذن هي المراوغة أو حاجة السياسة، المراوغة السياسية بالتأكيد، يعني هي المراوغة السياسية. الرئيس الآن في حالة حدوث اجتماع بينه وبين ترامب، سواء هذا الاجتماع أصفى عن نتائج أو لم يسفر، سيكون هو الرئيس الفائز الوحيد من هذا اللي قال أنه اكتسب شعبية واكتسب اعتراف دولي واعتراف أمريكي بأنه ليس رئيسا مجنونا أو ليس رئيسا متهورا كما يقول، كما كان يطلق عليه ترامب من قبله، أنه لديه رئيس راغب في السلام وراغب في تطور العملية السلمية. طيب. في المقابل.